جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: ألاحظ بعض النساء يلبسون الحجاب ولكن دون تغطية الوجه، فقط يغطى الشعر وتلبس الثياب الطويلة والعريضة، ويقولون أن هناك حديث معناه عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يجوز بيان الوجه بالنسبة للمرأة. هل هذا صحيح؟ أم أن حجابنا على الصورة التي ذكرناها خطأ يوجهوننا؟ جزاكم الله خيرا. الحجاب هو تغطية جميع بدن المرأة عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، بما في ذلك الوجه والكفان، فإن الوجه أعلى الفتنة ومحط الأنظار مركز الجمال، فتغطيته واجبة. الذين يقولون بكشف الوجه والكفين مخطئون في هذا القول، ليس معهم دليل. الدليل يدل على وجوب الحجاب لجميع الجسم المرأة عن الرجال، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحينات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فهذا دليل على أن المرأة لا تكشف وجهها عند رجال ليسوا من محارمها، لأن الوجه هو أعظم مواضع الفتنة وتعلق الأنظار بالمرأة، فتغطي وجهها. بل إن تغطية الوجه أولى من تغطية الشعر وتغطية القدمين لما في الوجه من الفتنة الشديدة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل أن يرى منها إلا هذا، أشار إلى وجهه وكفيه. فهذا حديث ضعيف لا يصلح للاستدلال بشدة ضعفه، وفيه انقطاع في سنده رواة ضعفاء، وفيه انقطاع في السند، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض الأدلة الدالة على حجاب الوجه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وإدناء الجلباب هو أن تغطي وجهها به، هذا هو معنى الإدنى، تغطي وجهها به. لأن المعلوم أن الجلباب كان على جسمها وعلى رأسها وعلى كتفيها وعلى جميع جسمها، فأمرت أن تدني منه على وجهها عند الرجال، ولقوله تعالى: لم يضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمر جمع خمار، وهي ما يغطى به الرأس. أمر الله أن يسدل على النحر، ومن لازم ذلك أن يمر بالوجه. يسدل على النحر، من لازم ذلك أن يمر بالوجه، لأن الوجه أسفل منه، لأن الوجه أعلى من النحر. فمن لازم ذلك أن يكون السبل مغطيا للوجه والنحر. نعم. ولأنه إذا أمر بستر النحر فإن ستر الوجه من باب أولى لشدة الفتنة بالوجه، ولقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والحجاب شامل لتغطية جميع جسم المرأة، وهو ما يستر المرأة من باب أو جدار أو لباس. الحجاب شامل لجميع ما يستر المرأة ويعريها عن نظر الرجال. وهو وإن كان يريد الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن التعليل شامل لغيرهن، لقوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولا شك أن كل مؤمن ومؤمنة يحبان طهارة القلوب، فعلل الحجاب بأن فيه طهارة للقلوب، وهذا يشمل جميع المسلمين رجالا ونساء، كلهم يريدون طهارة القلوب. نعم.